تعليق الدراسة في ريف دمشق بسبب كثافة القصف الذي تشنه قوات الأسد. تحرك عسكري عراقي جديد في الموصل للقضاء على داعش. كوريا الشمالية تتحدى العالم بتجربة صاروخية غير ناجحة، وواشنطن تبحث فرض عقوبات على بيونغ يانغ. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. قضى 8 متطوعين في الدفاع المدني وأصيب آخرون في غارات روسية استهدفت مستشفى كفرزيت التخصصي في ريف حماة الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المستشفى المستهدف خرج عن الخدمة بشكل تام، وقد سجل توقف أكثر من 12 مستشفى عن العمل في ريفي إدلب وحماة خلال الشهر الحالي من جراء غارات روسية وأخرى للنظام. وقد حذرت المعارضة من كارثة إنسانية في الشمال السوري من جراء التدمير الممنهج للمرافق الطبية من قبل النظام وداعميه. أفاد مراسلنا بأن تنظيم داعش نفذ عمليات إعدام بحق عدد من المدنيين في بلدة تسيل بريف درعا الغربي بتهمة التعامل مع فصائل الجيش السوري الحر. وفي سياق متصل قال قائد عسكري لأخبار الآن إن التنظيم بدأ بالانهيار بعد قتل عدد من مسلحيه وقطع خطوط إمداده في منطقة حوض اليرموك. هذا وتواصل فصائل الجبهة الجنوبية معركة نزع الخناجر التي تستهدف مواقع التنظيم المتطرف بريف درعا. أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو أن خبراء المنظمة يقومون حاليا بالتأكد من صحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا 45 مرة منذ منتصف العام الماضي. وأوضح مسؤول المنظمة الدولية أن هذا الرقم يشمل كذلك حادث خان شيخون بعد أن قصفتها طائرات تابعة لنظام الأسد، مشيرا إلى أن هناك لائحة طويلة من الادعاءات حول استعمال أسلحة كيميائية تم الإبلاغ عنها لقسم العمليات بالمنظمة. يعاني قطاع التعليم في الغوطة الشرقية من صعوبات عدة أعاقت سير العملية التعليمية. أبرز تلك الصعوبات تتمثل في استهداف النظام للمدارس، الأمر الذي أجبر القائمين عليها إلى تعليق الدوام المدرسي بشكل متكرر خلال الموسم الدراسي، مما أثر سلبا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد صلاح. حضارة الأمم تقاس بمستوى علومها، وهذا ما يعكس حالة الغوطة الشرقية اليوم. فبالرغم من استهداف نظام الأسد للبنى التحتية للمؤسسة التعليمية في المناطق المحررة من سوريا، يصر السوريون على استكمال العملية التعليمية بإمكانيات أقل ما يقال عنها شحيحة لبناء جيل متعلم قادر على النهوض وتطوير سوريا ما بعد الأسد. عمران طالب على أبواب امتحانات الشهادة الثانوية، حاله كغيره من زملائه الطلبة يقاوم الحصار بالقلم لاستكمال تحصيله العلمي ونيل الشهادة الثانوية التي تؤهله لإحدى الاختصاصات الأكاديمية، لكنه على نقيض آخر يعاني من استهداف المدارس والتجمعات الطلابية الذي كان له أثر سلبي على سير العملية التعليمية. أنا طالب بكالوريا علمي مثل كتير طلاب عم أقدم بكالوريا بالمعاهد والمدارس الموجودة ضمن الغوطة. بالفترة الأخيرة بسبب القصف الكتير والتصعيد اللي صار، طلع قرار من مديرية التربية والتعليم بإيقاف الدوام بالمدارس بشكل عام بعد استهداف عدة مدارس بشكل مباشر. طبعا إيقاف الدوام بالمدارس كان له أثر سلبي كبير علينا، خصوصا نحن طلاب الشهادات مثل أخي كمان اللي عم يقدم تاسع، في مواد كتير ما تلحقوها، صار في عندهم تقصير. الكثير من البرقيات صدرت عن مدارس الغوطة الشرقية مفادها تعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية بسبب تكرار النظام وحليفته روسيا قصف المفاصل الحيوية في المجتمع المدني بغوطة دمشق. قرار يراه مجمع التربية والتعليم قاهرا في ظل التصعيد العسكري ومن شأنه التأثير سلبا على المستوى والتحصيل العلمي للطلاب. أصبحت المدارس في الغوطة الشرقية هي عرضة وأصبحت هدف من أهداف النظام اليومي. حفاظنا على أرواح طلابنا وكوادرنا القليلة والشحيحة في الغوطة، هذا الشيء استدعى
أن يكون في قرار بإيقاف العملية التعليمية في المدارس. طبعا هذا الشيء انعكس سلبا على العملية التعليمية من عدة نواحي. وبحسب إحصائيات موثقة فإن 2 من كل 3 مدارس على الأقل تعرضت لقصف مدفعي أو جوي ودمرت جزئيا أو كليا، إلا أن هذا وغيره لم يثني أهل الغوطة الشرقية عن سعيهم في الاستمرار بالتعلم ورفض الأجيال القادمة بالكفاءات التي ستبدد يوما ما الظلام الذي خيم عليهم في عهد الأسد. محمد صلاح لأخبار الآن من الغوطة الشرقية بريف دمشق. في العراق قالت مصادر أمنية عراقية إن قوات الجيش والشرطة بدأت بفتح محور جديد عبر منطقة بادوش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في محاولة لتحرير أحياء الرفاعي ومشرفة والهرمات وحاول كنيسية من احتلال داعش. يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه طائرات التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع للقناصة والمدفعية التابعة لداعش في منطقة راس الجادة غرب المدينة، مما أسفر عن قتل 4 من مسلحي داعش وإصابة عدد آخر وتدمير مواقع كانوا يتحصنون فيها. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في مدينة الموصل التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من احتلال داعش. من جهة أخرى، أفاد مراسل أخبار الآن في الموصل بأن الجندي الأمريكي قتل بانفجار لغم أرضي بمنطقة السادة في عويزة الواقعة شمال شرق الموصل. في غضون ذلك، أعلنت الشرطة العراقية عن قتل 30 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير 12 هدفا متحركا للتنظيم بالقرب من منارة الحدباء في الجانب الأيمن من الموصل شمال العراق. وقال قائد الشرطة العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن قوات من الشرطة اندفعت باتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري عبر محور باب جديد وقضيب البان، كما قصفت بالطائرات المسيرة ثكنات لتنظيم داعش. قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي إن هناك عوامل عدة ساهمت في خسارة داعش مساحات شاسعة من أراضيه في العراق، منها ممارسات التنظيم غير المرضية للعراقيين والدور الذي يلعبه التحالف الدولي بقيادة واشنطن فضلا عن تقلص أعداد المقاتلين المتطوعين في صفوف التنظيم. داعش أولا اللي عندما احتل هذه المناطق مارس يعني عصور إلى ما قبل التاريخ، عملية ظلم، قتل، اغتصاب للمواطنين، دمر الحضارة الموجودة وخاصة في مدينة الموصل، مراقد الدينية، الآثار، وبالتالي كل سياسته كانت سياسة غير مرضية للمواطنين. أيضا القضية الثانية هو موضوع التعاون الدولي، يعني التحالف الدولي اللي موجود، الضغط على الدول الأخرى في ضبط الحدود، تطبيق قرارات مجلس الأمن، مستوى المتطوعين اللي وصل إلى درجة صفر، موضوع التبييض الأموال التي كانت تصل إلى التنظيم، هاي كلها معطيات ساهمة، فضلاً عن القوات العراقية اللي استعادت عافيتها وبدأت عمليات كبيرة جداً بالتعاون مع الأهالي، بالتالي الرسائل التي وصلت في المناطق اللي تم تحريرها وخاصة أضفة مصر من مدينة الموصل تؤكد أن هناك حياة جديدة تنتظر العراقيين، عودة للحياة الطبيعية بكاملها، عودتهم إلى المجتمع العراقي بشكل جديد، عملية التعاون أيضاً والتماجد الاجتماعي ستعود مرة أخرى. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قتل 3 من مسلحي القاعدة في قصف نفذته طائرة أمريكية من دون طيار جنوب اليمن بحسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الأمن، مضيفا أن 2 من المسلحين قتلا على الفور، فيما قضى الثالث متأثرا بجروحه في المستشفى الحكومي في مدينة عزان القريبة من مكان الهجوم. وكان 5 من مسلحي القاعدة قتلوا الأحد الماضي في هجوم مماثل في المحافظة ذاتها. اختتم مؤتمر الأزهر للسلام الذي استمر لمدة 2 بحضور عدد كبير من القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم، في مقدمتهم شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان الذي يزور مصر لمدة 2. وتعد هذه هي الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان إلى القاهرة منذ سنة 2000.
أتى كداعية للسلام، هكذا وصف البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر. تأتي هذه الزيارة وسط تواجد أمني مكثف في القاهرة على مدار يومي الزيارة. استقبال حافل لبابا الفاتيكان منذ وصوله مصر يوم الجمعة. ففي البداية التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشدد الطرفان على أهمية مكافحة الفكر المتطرف كجزء من الحرب على الإرهاب. علينا واجب أن نؤكد معا أن التاريخ لا يغفر لهؤلاء الذين ينادون بالعدالة ويمارسون الظلم. التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين يتحدثون عن المساواة ويقصون المختلفين. أن القضاء نهائيا على الإرهاب يستلزم مزيدا من التنسيق والتكاتف بين كافة القوى المحبة للسلام في المجتمع الدولي، يتطلب جهدا موحدا لتكثيف منابعه وقطع مصادر تمويله. التقى بعد ذلك بابا الفاتيكان بشيخ الأزهر أحمد الطيب، واختتما معا مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، ودعا البابا لنشر السلام في عالم ينتشر فيه الإرهاب الأعمى. لنكرر لا قوية وواضحة لأي شكل من أشكال العنف والثأر والكراهية يرتكب باسم الدين أو باسم الله. محطته الثالثة جاءت بلقائه بالبابا تودروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقام بأداء صلاة القداس على أرواح الضحايا الذين قتلوا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين في عيد الفصح الماضي في مصر. لم تشمل الزيارة لقاءات رسمية فقط بل شعبية أيضا، فأقام البابا فرانسيس قداسا بمشاركة طوائف مسيحية عديدة في استاد الدفاع الجوي شرقي القاهرة. مظاهر تسامح ومحبة وسلام صاحبت البابا في زيارته إلى مصر، ورسائل عديدة وجهت إلى العالم لنبذ العنف. آلاء نبيل، أخبار الآن. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 4 إرهابيين وصفتهم بالخطيرين إثر عملية بحث وتمشيط لمنطقة جبل متليلي ببلدة تيلاطو جنوب غرب ولاية باتنا شرق البلاد. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن العملية مكنت أيضا من استرجاع 4 مسدسات آلية من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. في تحد صارخ للمجتمع الدولي أجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ومصادر عسكرية أمريكية أن الصاروخ انفجر بعد لحظات من إطلاقه، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستدفع بواشنطن إلى فرض المزيد من العقوبات على بيونغ يانغ. المزيد في سياق التقرير التالي. مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، انتقدت عدد من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، في وقت تبحث الإدارة الأمريكية فرض عقوبات أخرى على شركات كورية شمالية. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة تعبير عن قلة احترام لدولة الصين. وقال ترامب في تغريدة على تويتر بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ إن كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها عندما أطلقت صاروخا اليوم رغم عدم نجاحه. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اليوم من منطقة شمال بيونغ يانغ وفق ما أفادت وكالة أنباء يونيهاب الكورية الجنوبية، إلا أن التجربة فشلت بعيد عملية الإطلاق. ولفتت الوكالة إلى أن الصاروخ انفجر على الأرجح بعد ثوان من إطلاقه، مشيرة إلى أن سول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ. وقالت القيادة الأمريكية بالمحيط الهادي إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ متوسط المدى سقط بعد إطلاقه، وإنه لم يبرح المجال الجوي لكوريا الشمالية ولم يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة. وقال وزير خارجية الصين إن موقف الصين ثابت، وهو رفض أي سعي كوري شمالي لامتلاك أسلحة نووية. من جانبه وصف سفير أوروغواي في الأمم المتحدة التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية بالمشينة، بينما رأى سفير إيطاليا أنها تمثل استفزازا. أما السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فأكد أنه قد يتعين على مجلس الأمن تبني عقوبات إضافية إذا كان ذلك ضروريا،
في حين دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية بشكل صارم. وفي طوكيو أدانت اليابان التجربة ووصفتها بغير المقبولة تماما وأنها تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة. وعقد مجلس الأمن اجتماعا الجمعة بعد أسابيع من تحذيرات الإدارة الأمريكية من أنها لن تتساهل بعد الآن مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخها وإجراء تجارب نووية. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مجلس الأمن الدولي إلى حملة ضغوط غير مسبوقة لإلزام بيونغ يانغ على تعديل مسارها ووقف برنامجيها البالستي والنووي. أقر قادة الاتحاد الأوروبي القواعد التي ستحكم المفاوضات مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه حصل على تفويض لخوض هذه المحادثات. وتعهدت دول الاتحاد في اجتماعها ببروكسل بالوقوف كتلة واحدة خلف فريق التفاوض في وجه أي مطالب بريطانية. وأكد الاتحاد أيضا أن إقليم إيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا سيكتسب عضوية تلقائية في الاتحاد الأوروبي إذا توحد مع الجمهورية الإيرلندية، وهو ما يضرب في جهود رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على وحدة البلاد في وجه الانفصاليين. أكمل دونالد ترامب اليوم 100 يوم من رئاسته للولايات المتحدة، عد فيه أن تلك المدة كانت مثمرة جدا وتعهد بمعارك كبرى آتية. وقال ترامب لأنصاره في بنسلفانيا أن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه المعارك، كما خصص ترامب جزءا لا بأس به من خطابه لتوجيه انتقادات شديدة لوسائل الإعلام التي سمى بعضها أحيانا. حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من الخطر الكبير المتمثل بوصول اليمين المتطرف إلى قصر الإليزي في إشارة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. واعتبر أولاند في بروكسل أن الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 7 أيار مايو ستكون خيارا أوروبيا، مشيرا إلى أن الفرنسيين سيكونون رابحين تماما ببقائهم في الاتحاد الأوروبي. تظاهر المئات من الروس المعارضين لترشح محتمل للرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة عام 2018، متحدين منع السلطات في مدن عدة بينها سان بيترسبرغ، حيث أوقفت الشرطة 110 متظاهرين. ودعت حركة روسيا المفتوحة التي أسسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي إلى هذه التظاهرات تحت شعار لقد سئمنا منه، في إشارة إلى بوتين. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل عرض مسرحي في ليبيا لمحاربة التطرف والإرهاب. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة القدس العربي التي عنونت عدد مستخدمي جوجل بلس يصل إلى 90 مليون مستخدم. وصل عدد مستخدمي شبكة جوجل الاجتماعية حديثة العهد جوجل بلس إلى 90 مليون مستخدم بحسب ما أعلن عنه الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لجوجل. وكان آخر تقدير رسمي من جوجل حول عدد مستخدمي جوجل بلس يقدرهم بحوالي 40 مليون في أكتوبر. ويذكر أن الشبكة التي انطلقت في يونيو من العام 2011 قد شهدت نموا مثيرا للإعجاب. أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت كاميرا سيلفي تساعدك في اختيار ملابسك. كشفت شركة أمازون عن آخر اختراع لها يتمثل في ابتكار كاميرا للتصوير الشخصي يتم التحكم فيها عن طريق الصوت لتكون الرفيق المثالي عند اختيار الملابس في غرفة النوم. الكاميرا إيكو لوك الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعطي صاحبها انطباعات عن الملابس التي يرتديها أو الخيارات المتاحة أمامه. أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنونت أبل تطالب ولاية كاليفورنيا بتغيير قواعدها الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.
طلبت شركة أبل من إدارة المركبات بولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة تغيير القواعد التي تتطلب منها نشر تقارير عامة مفصلة عن نجاح اختبارات السيارات ذاتية القيادة. وتقترح الشركة بعدما تقوم إدارة المركبات بالولاية سواء بتعديل أو توضيح موقفها من هذه الشركات. وتشعر أبل بالقلق من أن الإفصاح عن كل شيء يمكن أن يؤدي إلى تغطية إعلامية تسبب ارتباكا عام وسوء فهم. أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت أبل تعتزم الانتقال لبطاريات بلا نهاية. قدمت شركة أبل طلب تسجيل اختراع جديد يسمح بشحن الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا ويحافظ على شحن البطارية. الاختراع الجديد سيوفر شحنا لاسلكيا دائما لبطاريات الأجهزة التي ستكون متصلة بشبكات الواي فاي. منظومة الشحن اللاسلكي الجديدة يمكن تركيبها على عدد من الأجهزة الذكية كالهواتف والأجهزة المحمولة وحتى النظارات الذكية. أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز سمعة الدولة إقليميا وعالميا. وأكد الشيخ محمد أن الإمارات التي تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية تستعد لبناء القوة الناعمة لترسيخ سمعة عالمية تخدم مصالحها. وأضاف أنه لا بد من بناء منظومة دبلوماسية شعبية لوضع دولة الإمارات كأفضل نموذج للدول من حيث السمعة والمكانة عالميا. فرقة شبابية من مصراتة الليبية اختارت المسرح لتقديم عرض تحت عنوان بسيطة ولكن، إذ يحاول المخرج أن يحاكي ما مر على ليبيا من ويلات الإرهاب والمشاكل الداخلية والدعوة إلى التسامح. مسرح قوي جدا يقاوم ويبقى رغم كل شيء، رغم الحروب ومظاهر البؤس والمعاناة. هذا ما نشاهده ضمن الاحتفالية التي أقامها المسرح الوطني في مدينة مصراتة في اليوم العالمي للمسرح، حيث عرضت من خلاله مسرحية بسيطة ولكن التي تعكس معاناة وأحداثا لطالما كانت صعبة بالنسبة للواقع الحالي في ليبيا. يعني لابد أن يكون في مسرح، لأن المسرح إرشاد، لأن المسرح تثقيف، لأن المسرح توعية، لأن المسرح رسالة. لابد أن يكون هنالك مسرح لمحاربة مثل هذه الظواهر. يعني كما قلت أنا مسرحية بسيطة ولكن تتحدث عن ما تمر به البلاد من صعوبات ومآسي وما تحدث أنت عليه. نوضح في هذا العمل يعني الجانب الغير، يعني الجانب الدمار والخراب واليأس، ونوضح في جانب كيف نلملم الجراح وكيف نلملم هذا الدمار. يعني المسرح يطرح المشكل ويطرح الحل. احنا حاولنا نجسد على خشبة المسرح حاجة مضادة للإرهاب عن طريق رسالتنا، هي الرسالة السامية في المسرح. طبعا دوري في المسرحية هو شخص ينادي بالإصلاح بالتفاؤل والفكر السليم. هي لعبة الشطرنج ونحن البيادة وأنت من تعلمنا. جميل، أنت الآن بدأت تفهم اللعبة. العديد من الزوايا والنقاط التي تم التركيز عليها في مسرحية بسيطة ولكن من نظرية المؤامرات الخارجية مرورا إلى البحث عن الوئام والسلام والاتفاق واستخدام لغة العقل أمام كل أشكال التعصب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد. مسرحية بسيطة ولكن هو عمل ربما يكون النص تقليدي، ولكنه التوقيت الذي يعرض فيه هو الأساس، يعني خاصة هذا المسرح في زمن الحرب الذي يشكل مقاومة كبيرة. النص بتلخيص البسيط هو إثناء نظرية مؤامرة ولكن بمرأة آخر. نشاهدنا اليوم نص جميل جدا. يجب أن نستخدم العقل ونتجه مع المسرح الذي يخرج من رماده إبداع يتجدد ويحلق
تاركا وراءه ماضيا أليما يأمل الليبيون في نسيانه واستبداله بواقع يكون فيه الحوار والاتفاق سبيلا نحو تعايش سلمي وسلام دائم. لأخبار الآن محمد عجول مصراتة. كشفت دراسة أجراها باحثون بمعهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة عن الوصول لطريقة جديدة لكشف أعراض مرض سرطان الرئة قبل عام من الإصابة. وحسب ما أفادت صحيفة التلغراف البريطانية فإن الباحثين بهذه الدراسة طوروا طريقة لكشف المرض عن طريق تحليل دم المريض معتمدين على بيانات تم جمعها عن الحمض النووي للمرض عن طريق ملاحظة تطورات المرض على 100 حالة من المصابين بسرطان الرئة. نجح فريق من العلماء السويديين في تطوير أسرع كاميرا في العالم قادرة على التقاط 5 تريليونات صورة في الثانية الواحدة بواقع صورة كل 0.2 تريليون ثانية من الثانية. ويمكن استخدام الكاميرا لمراقبة العمليات بسرعة فائقة في الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء والطب الحيوي. حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه بسداسية نظيفة على فولفسبورغ ليبتعد 10 نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي تعثر في ملعبه بتعادله مع إنغولشتات من دون أهداف. فعلى ملعب فولكسفاجن أرينا تمكن بايرن ميونخ من تعويض خيبتيه الأخيرتين في الشامبيونز ليج والكأس المحلية ليحتفظ بلقب الدوري مرة أخرى. واحتاج بايرن لشوط واحد ليحسم المواجهة ب3 أهداف متتالية تألق في إحرازها النجم البولندي ليفاندوفسكي صاحب الهدفين. ورفع روبن ومولر وكيميتش رصيد أهداف بايرن ل6 في الشوط الثاني لينهي بذلك بايرن صراع اللقب بتتويجه المبكر. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين: تعليق الدراسة في ريف دمشق بسبب كثافة القصف الذي تشنه قوات الأسد، تحرك عسكري عراقي جديد في الموصل للقضاء على داعش، كوريا الشمالية تتحدى العالم بتجربة صاروخية غير ناجحة وواشنطن تبحث فرض عقوبات على بيونغ يانغ. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.